نشوف بقى الجزء من أو الفيلم الذي يعني جسد فيه مجموعة من الفنانين المصريين، يعني ناس من اللي كلنا بنحبهم كانوا في كل مكان. منك يا مصر، مصر حلوة، اتفرجوا عليها وأنا استقبل ضيوفنا. عظماء، معجزة القدماء المصريين إنهم عظماء حتى بمعاييرنا بتاعت النهاردة، بكل التطور اللي حققناه كبشر في العلوم والفنون، ولسه الحضارة المصرية القديمة قادرة على إبهارنا بكل غموضها وأسرارها اللي كل يوم بنكتشف منها سر جديد. لحد النهاردة لسه اكتشافاتها بتسمع في الدنيا كلها، لسه لما بنسافر لأي مكان ونقول إننا مصريين عيون الناس بتلمع ويقولوا بصوت كله حماس: مصر أرض السحر، أرض الجمال، أرض التاريخ، كل شعوب الأرض. لما بتدور على جذور الحضارة بتيجي عندنا هنا في مصر، أم الدنيا. هرم خوفو أهم عجائب الدنيا السبعة اللي اتبنى من أكتر من 4500 سنة ولحد النهاردة والعلماء محتارين في أمره. إزاي المصريين بالعظمة والدقة دي بأدوات تعتبر أقل من بسيطة لو قارناها بتكنولوجيا النهاردة؟ الإجابة هي اللي بسيطة: المصريين قدروا يبنوا الصرح العملاق ده بالفكر، بالمعرفة، وبالمهارة. وقبل كل ده العقيدة والإيمان هما السر الحقيقي للخلود. مصريين بقى آلاف السنين والناس من كل بلاد الدنيا بتيجي هنا عشان تزور الأثر العظيم ده اللي بناه يعتبر معجزة معمارية لمهندس عبقري، ونقوشه وألوانه الزاهية وراهم ذوق فنان مبدع. معبد الدير البحري اللي بنته الملكة حتشبسوت، أشهر ملكات مصر والعالم القديم، من حوالي 3500 سنة في حضن الجبل بغرب الأقصر. حتشبسوت تشهد للمرأة المصرية بالشطارة والمهارة والحكمة والصلابة. في عهدها ازدهر البنى والتشييد، وتماثيلها وآثارها الرائعة موجودة لغاية النهاردة في كل مكان، وهي أصل المثل المصري: ست بمئة راجل. المثل المصري برضو قال: مصر ولادة، ولادة للموهبة والإبداع، ولادة للحضارة والثقافة. عشان كده مصر مليانة بالأثار، لأنها أول أرض عرفت الاستقرار والازدهار. ويمكن من أشهر الاكتشافات الأثرية اللي أبهرت العالم على أرض مصر كانت مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون، اللي علماء الآثار اكتشفوا محتويات المقبرة دي كاملة، وموميا الملك متحنطة ومحفوظة في توابتها الفريدة، وقناعه الذهبي المشهور لسه محتفظ ببريقه كأنه معمول امبارح.
تخيلوا لما يبقى مقبرة واحدة بتضم أكتر من 5000 قطعة أثرية، دي يلزمها متحف كبير زي اللي احنا واقفين فيه النهاردة. محتويات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون فعلا تعمل لها جناح ضخم لوحدها، وهتتعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير، وده يعتبر أكبر مشروع حضاري وثقافي في القرن 21 هنا على أرض مصر. لآلاف السنين والناس مش فاهمين إزاي الفراعنة قدروا يبنوا الحضارة العظيمة، إزاي بأدوات بدائية قدروا يحفروا تحف معمارية في جبال صخرية. الهرم اتبنى إزاي؟ الشمس بتتعامد على وش رمسيس في ميعاد معين كل سنة، إزاي؟ لآلاف السنين والناس بتسأل روحها إيه هو سر الفراعنة؟ لحد من حوالي 200 سنة لما نجح عالم من مصريات الفرنسي شامبليون في فك رموز الكتابة الهيروغليفية من خلال حجر رشيد، وكانت الحقيقة على قد بساطتها مبهرة. سر الفراعنة مش مكتوب في بردية ولا منقوش على جدارية. سرهم مش بس معرفتهم بعلوم الفلك والطب والهندسة، ولا في العلوم اللي برعوا وتفوقوا فيها ونقلتها عنهم كل الحضارات اللي جت بعدهم. سر الفراعنة الأكبر هنا القلب. واستقر في قلب المصري القديم عقيدة قوية وإيمان وقيم الحب والعدل والخير والسلام. آمن المصري القديم بمفهوم الماعد، النظام الكوني اللي بينتصر للخير والحق والعدل والمساواة، وبيرفض الفوضى والشر والظلم. آمن بالثواب والعقاب والحياة بعد الموت والحساب. المصري القديم ما برعش بس في الهندسة والطب والتحنيط، لا، المصري القديم بإيمانه وعقيدته امتلك مفتاح الحياة نفسها. المصريين القدماء عرفوا الروح وأمنوا بنقائها وخلودها، وفهموا إن الجسد أمانة وحاولوا يحافظوا عليه لما الروح تغادر وتقابل خالقها. كل البنى والتشييد والعمارة، علوم الفلك والفنون